الخوت وصباحكم مبروك وتحياتي لكم الخوت داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم نتواجدوا في سوق 2 قلعة السراغنة الخوت، تاريخ 3 أكتوبر 2022. الخوت اجي تسوقوا معايا ومرحبا بكم الخوت، والله يدير الخير الخوت، اجي تسوقوا معايا فرجة ممتعة. مبارك سي محمد خويا بخير، هادو بان لي تبارك الله على راس السوق اليوم، تبارك الله اللهم بارك. ها الله يبارك الاملاح، الله يبارك تبارك الله. شحال الثمن ديالهم ديال المشرى؟ 160. 160 الخوت بجوج بهم 8000 درهم، اللهم بارك تبارك الله ملاح. هذا بغي يفردوا لكم هذا اللي فيه المواصفات؟ هذا عطاونا فيه 96 15 تبارك الله، الله يبارك. هذا مليح تبارك الله، مليح الخوت هذا تبارك الله، حولي مليح اللهم بارك تبارك الله. هذا عطاكم فيهم 96 في هذا بغي يفردوه 4800 درهم، 96 اللي عطاهم في هذا الخوت، الله يبارك. لا مليح بغي يديو صحاب الجمعيه، راه كاينين هذوك تيدوروا هنايا، اللهم بارك تبارك الله. تعاود الصوت ولا كيدور كيقول لي واه تسير حتى شويه عزيز الله، لا لا بتجمع سير واه تسير يا عم راه دار تدرك تجمع يقول لي واه تسير الطيه فلوسي تسير مليح الخوت الله يبارك. هلا مليح، زرنا تجي زرنا تجي زر اشد لك السموحه مشدو رخي، هذا رخي رخي يا مرشيد رخي، بارك الله لا يبارك اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المليح الخوت بارك الله، بياسات مغيزات الخوت بارك الله. دخلنا النيميرو سي محمد، قول 06 18 48 40 72. دخلنا النيميرو تاع عبد الرحيم، صايب بحال بحال هذا، هذا تبيعوا لي هذا اللي تامره فيه شحال؟ مولاي مغريني لكن المليح الله يبارك، هذا الله يربح فيه هذا، تخليه لي هذاك الشيء اللي عطاوكم، لا بارك الله يجعل بارك، خليه ندي هذا حيدو يبقى لكم مزيان هذاك، فاش يبقى لكم هذاك؟ يبقى في 64 اللي ديت هذا 96 يورا، يبقى هذاك زوين، لا هذا كل مليح هذا كل مليح، يلاه الله يربح فيه حيدو خليه، قلنا اللي فرد لنا هذا صافي الله يربح بالك 4800 درهم 96 صافي الله يربح فيه الدراري. والله ما قرخه، والله ما قرخه مصطفى، واش قال لك 100 100 100 ولا بزاف 100 5000 درهم بزاف عليا، وهذا اللي تيتي هو تاعنا بنبيعوا الحباب، لا لا مليح الله يبارك راه عجبني. جو سير كحازيك ها سير، تلقوا 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 مرشيد تلقوا لا تجي حي صافي، بارك الله تبارك الله الله يبارك. اسمح لي يا عمي مليح الخوت بارك الله، انا ديت الخوت مرحبا بالاخوان، يا الله يسر لكم بتخليوا لي الله يربح، لا بزاف غنساعدوا معكم فيه. شو اتجاه اخر الخوت، بارك الخوت الله يبارك، هذا راك خديته تبارك الله 100 قل جوج خديته 98 4900 درهم، راه لا تجي ساي مليح تبارك الله بارك الله الله يبارك. اسنا الحليب اخويا فرخ باقي فرخ، اسنا الحليب مليح الخوت، غا مرحبا النيميرو على الشاشه، فرخ عاجبو راسو الخوت جميع المواصفات كمامه كلشي كاين تبارك الله مليح. قعدوا لجي قعدوا لجي ساي قعدوا لجي ساي شدوا كاك شدوا الله يبارك تبارك الله. مليح الخوت الله يبارك، مشوا اتجاه اخر، تحياتي لكم الخوت داخل الوطن وخارج الوطن، الله اللهم بارك الخوت. حتى ثلاثة الخروفات خديتهم تبارك الله الغزال، اللهم بارك
خليتهم مع السي عامر تبارك الله مع الفقهاء وعز علي الطلبه على الطلبه بجوج هذو الخوت السي عامر والفقيه الاخر ديال عمر الله يحفظك الله يحفظك ديال السي عامر لا لا ملاحة تشد من راسك هذوك اللي يديروا القبيله ياك الله يحفظك لا ملاحات الخوت ديتهم ب 94 مع السي عامر هذو الخوت ملاحات الله يبارك ملاحات معوجات ديال 80 وديال 90 دوري جين تبارك الله الله يبارك تبارك الله صبير 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 لكن المليح راه مسنا الحليب الخوت كلهم جميع المواصفات مولاهم كان يقول حوليات ملاحات لا هذه هي السلعه اللي كيبغيو كساب ها مولاهم كان يقول لا عشره مولاهم اللي كان هو عشاق وكساب الله يبارك واش كاين المليح عمي الرحالي اسي ها قال لك احترمكم على القران ياك والله الا سمع غادي من حداكم وسمعته قال لكم راه عز عليا الطلبه قال لك نبيع لكم الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك 94 الخوت باش خديت ملاحة الله يبارك فيك ودي الفقيه الله يحفظك الله يحفظك بارك الله فيك ملاحة الخوت أربعة آلاف وسبعمائة درهم 94 باش خديتهم الخوت جميع المواصفات حوليات مقرقعات الله يحفظك سي عامر تشكرك بزاف الله يرحم والدين سير الله يعاونك الله يحفظك سير الله يعاونكم مقرقع الله يبارك اللهم بارك ثلاثة البياسات مغيزات الخوت هذا تبارك الله القرقاع ديال الحولية اللهم بارك ها ربطهم مشيو اتجاه اخر الخوت الله يدير الخير اللهم بارك هادو ملاح الخوت هذا عبد الله خويا عبد الله بخير خويا الله يعزك كاين المليح الله يبارك الله يبارك كاين المليح لا عز علي المليح تاهو شوف تاهو بحالي تيشوف المليح تيطيح من فوق الحائط من فوق السور تيتلاح الله يبارك تبارك الله الله يبارك تبارك الله مليح اسير معاك ابن عظيم خلينا نصوروا الله يرحم والدينا الله يرحم والدينا ابن عظيم شحال قلت لي الثمن خويا عبد الله؟ مع الصباح قلت بحال شحال طيح لي السوق 2500 بالخروف كما سمعتوا الاخوان قال لك عبد الله عطينا مع الصباح 56 و500 ياك السي عبد الكبير بحال 2825 درهم ودابا داهم ب 2700 درهم ياك الله يعطيك الصحه بحال السوق رجعوا ب 2500 السوق اللي رجعوا الله يرحم والدين بارك الله لا ملاح الله يبارك غنشدوا النيميرو مع عبد الله البياسات راهم ملاح الخوت الله يبارك بارك الله اللي باغي شي حاجه مليحه راه ملاح اللهم بارك ولا النمره سي عبد الله 07 02 73 67 98 هادو بياسات ملاح الخوت هادو تبارك الله ستات البياس كاين المليح لا كاين المليح الله يبارك لا لا كاين المليح اللهم بارك بياسات ملاح الله يبارك غيزات بارك الله لك المليح ياك لا لا عجبوني هادو الخوت الصراحة فهم مقرقعين بجي أخو محمد حش الله حاول هيد 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 عمي هيد لا لا ملاح الله يبارك الله يبارك ما سخيت نتفوت من حداهم والله ما سخيت والله العادي والله ما سخيت والله الله يبارك بارك الله والله يسر عبد الله الله يعاون خويا عمي كدير لاباس عليك تباع ياك ولد عمك هذا مولا بو يذبحوا ولا ياك الله يبارك شي اسبوع ياك ولا الصدق اسبوع اللي يستاهل الصراحه ديال الله هذا اللي داه الله يستر راه صليتي فيه تبارك الله الله يبارك راه تبارك الله اللهم بارك راه تحلقت تبارك الله
هذا هو الخروف ديال السبوع الخوت. الله يبارك تبارك الله تبارك الله، الله يبارك. شنو الحليب ياك باقي فرخ ومليح؟ الله يبارك بارك الله، الله يبارك المولان. ان شاء الله شحال اخويا؟ 68 3400 درهم الخوت، اللهم بارك. مليح الله يبارك بارك الله بارك الله، والله يوكل المولاه بالصحة والسلامة. الله يحفظك خويا، الله يعزك. خويا عبد الهادي شحال هاد الزين تبارك الله؟ 65 تبارك الله، اللهم بارك. مليح الخوت هاد فريخ مليح، الله يبارك. جميع المواصفات قرين كلشي. 65 3250 درهم بارك الله، الله يبارك الخوت، الله يبارك. دخل النمر اخو عبد الهادي، بعتينا الله يسخر، ما بعتيش لي اتصل بك قد مع الامور. والنمر عبد الرحيم، والنمر عبد الرحيم واش حافظه؟ صافي اللي بغاه راه مرحبا، حنا راه عارفين المحل. الله يحفظكم. وهذاك شحال عبد الرحيم جوا؟ 82 هذا 4100 درهم الخوت هذا تبارك الله، الله يبارك. 82 اللهم بارك تبارك الله، الله يبارك. خو عبد الرحيم الله ييسر الامور، الله يعزك خو عبد الرحيم. الله يحفظك خويا تحياتي، الله يعزك خو احمد، الله يعزك. لا مليح الله يبارك تبارك الله، الله يحفظك خو احمد. شحال اخو احمد؟ 75 الله يحفظك. 74 اللي عطيناه، 74 3700 درهم الخوت احمد باش خدا هذا تبارك الله. الله يعطيك الصحه، انا راه تقول لي الحقيقه في الدقيقه اخو احمد، الله يحفظك ليا. 74 3700 درهم باش خدا احمد هذا تبارك الله. لا تهاب السلام، لا لا خروف مليح الله يبارك تبارك الله، اللهم بارك. لا خروف زين اخو احمد، الله يحفظك الله يعزك اخو احمد. باقي فريخ ياك؟ انا باقي فريخ سنا الحليب. مولا راه ونزدي، مولا ونزدي الله يبارك تبارك الله. لا الله يحفظك، الله يسر خو احمد. الله يعزك، الله يخليك لينا بوسطو. الناس راه عادت الدور تصور هنا راه هبلوا المعقول ديالك. انا نقول لك باش المعقول. الله يحفظك خو احمد. الله يحفظك خويا يوسف، تنشكروكم. الله يحفظك خويا يوسف. داكشي اللي كاين هو كيصحح معاك، ما حريمش يصحح معاك، ما كانش ما قلتش لي الثمن ديال البهيمه ما يصورهاش. الله يحفظك، تنشكروكم بزاف خويا يوسف، تحياتي المرضي. الله يحفظك، الله يعزك، الله يعاونكم. بارك الله اللهم بارك. هادو راه جاو لي هشام، هادو الخوت هشام ريبان لي بحال عيان شويه مريض، الله يجيب ليه الشفاء. ما قادش يهضر. 132 6600 درهم المشره ديالهم، واحد رجلو دايره شويه ياك هشام. الله يحفظك خويا، هذا رجلو دايره واحد شويه الخوت فر ملاح. الله يبارك بارك الله، الله يبارك الخوت. لا ملاح تبارك الله، هادو غادي نبيعهم ليك مصطفى. مرحبا ودي هشام، والله الا مرحبا. لا لا ملاح، لا ملاح هشام عجبوني، والله يسر الامور خويا هشام. الله يعزك تحياتي لي، الله مبارك. شحال عمي الرحالي؟ 47 المشرة هذه اليوم تبارك الله، الله يبارك. 47 هذه الخوت راه مغليظ هذه تبارك الله، اللهم بارك. شحال؟ 47 الله يبارك. 47 2350 درهم الخوت المشرة ديالها هذه باش خداوها، اللهم بارك تبارك الله تبارك الله، الله يبارك اللهم بارك. شحال من راس هي؟ 11 راس. دخلنا النمرة الرحالي، نقول خويا 06 71 46 59 48 اللهم بارك تبارك الله، الله يسر الله يعاونك. صباح النور كي داير؟ لاباس عليك خويا. هادو عجبوني عندك هاد البياسات هادو ملاح تبارك الله، اللهم بارك. شحال الثمن خويا يوسف؟ 60 المشرة 60 لا ملاح، اللهم بارك. 3000 درهم الخوت بارك الله، الله يبارك بارك الله.
ومشمشين تبارك الله هذو حلا كانوا يعلفون خرجوا تشمشوا ياك الله يبارك تبارك الله 3000 درهم هذو شراهم يوسف هذ البياسات ملاحة حتى الخوت غنشدوا النيميرو ديال يوسف اللي بغاهم مرحبا به اللهم بارك تبارك الله تبارك الله دخلنا النيميرو خويا يوسف 06 72 52 30 29 السكنة حد راس العين ياك قرب مراكش اي الله يعطيك الصحة هاك يوسف راه تيدير الفحولات تبارك الله الله يبارك هذا رباعي هذا شحال خويا يوسف شحال المرضي 130 6500 درهم الخوت رباعي مليح هذا هو تبارك الله الله يبارك لا مليح جرب واحد شويه تجاود عمي اي لا هذا ديال النعاج اللي بغاه فحالي تبارك الله الله يبارك لا حولي مليح اللهم بارك تبارك الله تبارك الله الله يبارك لا لا مليح الله يبارك والله يسر لكم خويا يوسف تحياتي خويا المرضي لا لا خرفان ملاح عجبوني هذو 3000 درهم تبارك الله الله يبارك 3000 درهم الواحد هذو تبارك الله ملاح الله يبارك والله يسر خويا يوسف الله يعزك تبارك الله اللهم بارك خويا رحال كي داير بخير لاباس عليك الله يعزك خويا ما تضربش اخويا شرجان ما تضربش ما تضربش الكاينات ابوك ما خويا شرجان اخويا رحال عندك الزين تبارك الله اولياء بدريه مليحه بيز دوريجي الله يبارك قالت لي راه السوق المعلم اللهم بارك زعما كنحطب ولا الهيب شحال من راس هادي؟ 36 راس تبارك الله حوليه مليحه بدريه مليحه قاعد ولد عمي قاعد اجي قاعد تبارك الله الله يبارك الثمن شحال خويا رحال؟ 18 ونص 925 درهم 18500 خو تبارك الله الله يبارك قاعدوا تما قاعدوا كلوا ديما حوليه مليحه الله يبارك الخو شحال من راس قلتي 36 راس 36 راس الخوت اللهم بارك بارك الله 18500 925 درهم راه تمن زوينه السكون البروج ياك خويا رحال البروج في الفيلاج سونتر سونتر الله يبارك تبارك الله اللهم بارك قلنا النيميرو خويا رحال 06 06 53 05 62 الله يحفظك تهلا لي في المتتبعين اللي عشق في حوليه بحال هذه تهلا عارف حتى كل شيء الله يحفظك معقول ما كاين لا تخرج اي والله يرحم الوالدين راه انا تبقى 15 يوم معليش انا نتحمل المسؤوليه شكون وادك عارفنا الله يحفظك خويا رحال لا ما كاين مزاح الله يحفظك الله يستر العين اي واحد ما نديروش معاه شي حاجه الله يحفظك خويا رحال والله يسر ليك الله يعاونك خويا واحد شي حاجه راه نبرعوا في المي الله يعزك شكرا بزاف الله يسر الله يعاون شو التجاه اخرى الخوت سلام خويا احمد ندير بخير خويا الله يحفظك الله يبارك فيك الله يعزك الخير شحال خويا احمد وخويا هذا رجلو دايره واحد شويه رجلو دايره اخو احمد اللي باغي يذبح اي الله يحفظك رجلو دايره الخوت هذا من هنا من التحت ياسمين بزاف اللي بغي يذبح حطيه اللي عنده شي وديقه هذاك مزيان ليه الله يبارك تبارك الله 50 اخويا المشرى 2500 درهم اللهم بارك لا مليح الله يبارك اييه ما كاين مزاح ودي احمد الله يعطيك الصحة 2500 درهم الخوت رجلو دايرة هذا اللي بغى شي سوي شي صدقة راه مزيان الخوت هذا مزيان وناقصة فيه الفلوس على الثمن صحيح ناقصة فيه فوق 10 لا يفوتها يفوتها نقص فيه ديك 750 درهم هذاك هو الحساب أسنا الحليب أحمد ياك الله يبارك تبارك الله لا أسنا الحليب لا لا يعطيك الصحة ودي أحمد لا لا مليح الله يبارك الله يحفظك خو أحمد هذا ديالك تا هو أحمد الله يحفظك خويا احمد اشكرك بزاف على المعقول ديالك خويا احمد الله يستر العيب اخويا الله يحفظك واخا مرحبا مرحبا انا معك يا يوسف كاين 74 هيا مرحبا خويا احمد الله يسر مرحبا الله يحفظك تحياتي خويا هذا انا بغيت يذبح شي واحد مرحبا الله عيط لي شي واحد كان باقي عندك رانا نجي عندك خويا الله يحفظك خويا الله يبارك الله يسر الامور اللهم بارك البياسات اللي خديت اليوم ملاحات سلعة دوري يجينا الخوت اللهم بارك بارك الله الله يبارك سبعة البياسات ملاحة الثلاثة ربحوا حدهم ب 94 واحد جات ب 54 سلعة دوري يجينا الخوت ديما المليح ديما المليح وديما الجديد الله يبارك نرى سبب سلعة دوري يجينا الخوت دورك سموح دورك
ومقيدات القندب مكربسه ومس محمد خايفين واه حوليات مقرقعات الخوت بارك الله مرحبا بالخوت طنجه القويره قنب 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 تخابلوا تخابلوا شدالك شدالك بطيح بطيح هذاك ضربك هذه لا قطع عليهم هيد الله يبارك شو تيجي اخر هاد الجويجات هما تبارك الله ملاح فيهم جميع المواصفات الخوت 101 الخوت 5050 درجه ملاح الخوت خديتهم هذا والله كان سال وعاء سهل 34 35 40 40 سير الله يسر كما سمعتوا الاخوان 5050 درهم هذا باش خديت ملاح الله يدير الخير الخوت الله يسر الامور خو سعيد بخير الله يعزك خو سعيد تحياتي شحال خويا الزين هذا تبارك الله خويا شريتها ب 36 و 6000 ثمن زوين هذا سعيد الله يبارك تبارك الله 36 الخوت ودارة دارة لا مليحه اللهم بارك جايه في سنه سداسيه الله يبارك مليحه الخوت هذه مليحه اللهم بارك لا لا جوهر تبارك الله اللهم بارك تبارك الله 1800 درهم الخوت ساكنه ثلاثه 36 باش دار سعيد هذه الخوت ولا مليحه تستاهل صراحه خو سعيد الله يبارك تبارك الله لا مليحه اللهم بارك تبارك الله والله يسر خو سعيد تحياتي لك خويا الزين تبارك الله الله يبارك هذه والده ولد عمي ياك كدير بخير الله يحفظك والده خروف ولا خروفه؟ خروف خروفه خروفه الله يبارك غالي عليك شحال الثمن؟ شحال الثمن؟ نعم 108 هي اختها 108 هي اختها سداسية هذه الخوت والدة خروف 108 هي اختها ارش اختها لا تجي الله يرحم الوالدين والدة خروفة تبارك الله الله يبارك اختها هي الخوت حلها 54 لوحدها حلها 2700 درهم اختها والدة سداسية تاعي والدة خروف هادو بجات الخوت 108 جوج بيهم خريف مليح تبارك الله اللهم بارك تبارك الله دخلنا النمرة قولنا النيميرو ديالك 06 74 25 79 57 اللي اتصل بك راه تقدم معاه في النعيجات راهم ملاح تبارك الله الله يبارك هما ديال هي ديال الجمعية هذه الجمعية بجهة هي الله يبارك الله يسر ليك بخير الله يحفظك كاين القرقاع ها اللهم بارك بارك الله المليح الله يبارك الخوت شاري المليح عزيزي اليوم ها عندك البيض اخو البيض البلدي ياك شحال عزين المشرى المشرى 40000 2000 درهم المشرى 40000 الخوت هادو شاري من شي واحد شاري من السوق الله على ربي بارك الله اللهم بارك الخوت الفين درهم هذو باش طاحوا على عز الدين الخوت بارك الله الله يبارك كاين المليح الخوت الله يحفظك الله يعطيك الصحة البيض البلدي ياك الله يبارك انا متتبع ديالنا داك السيد الله يحفظك لا لا كاين المليح الله يبارك خرفان نقيين تبارك الله وهذا المليح هذا قليل في السوق هذو هما اللي بانوا لي نقيين بدريين صغار ملاح الله يبارك دخلنا النمرة عز الدين قول اخويا 06 75 01 90 76 هذاك شحال تا هو 42 2100 درهم هذا الخوت ديال عز الدين تبارك الله الله يبارك ها النيميرو على النيميرو ديال عز الدين اللي بغى راه مرحبا الله يسر لك عز الدين لا لا ملاح الله يبارك الله يسر لكم الله يعاونكم شحال عندو اسم محمد شاطيتي 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 قلع ما سعاب وشوف الله يديك على الزين شوف لي ودي الله يديك على الزين وكاين المليح هذا قدم معاه
يلا الله يسر عز الدين. يلا الله يسر. الله مبارك. رضوان خويا دير بخير. شحال هاد الجويجه؟ 87 4350 درهم. 87 بارك الله. الله مبارك. هذا فين المواصفات؟ هذا بشحال مشري بوحدو هذا؟ هذاك ب 44 بارك الله. الله يبارك. هذاك 44 ولا 43؟ 43. اي الله يعطيك الصحة. الله يبارك تبارك الله. 87 بجوج بهم الخوت 4350 درهم. هلا ملاح. 3000 ولكن واحد جديد قال لك ما تبيعين شحال. ايوا قنع رضوان مالك. لا خالص واحد خلي لي هذا هو. باغي واحد سيدي ياك. صافي خويا رضوان مرحبا. هو الاول. مع قول صيفطناهم لي وداك الشيء. صافي هو الاول رضوان. الله يسر خويا رضوان. الله يسر لي. الله يعاون خويا. سعيد بخير. هاني الله يحفظك. سعد الفوقية. شحال هذا تبارك الله الثمن؟ عندنا 54 عندنا المولى 600. 54 المشرى؟ وحيد 300. اي الله يحفظك. الله يبارك. 54 الخوت هذا 2700 درهم. لا لا مليح تبارك الله. الله يبارك بارك الله. الله يسر خو سعيد. الله يعزك خويا. مبارك. عبد السلام خويا كدير بخير؟ شحال هاد القطيعه تبارك الله؟ 33 ونص. هذا خلاصه تبارك الله. 33 و500 الخوت هذا خلاصه تبارك الله. 1675 درهم تبارك الله. اللهم بارك. شحال راسيه؟ 10. 33 و500 الخوت تبارك الله. الله يبارك. الله يسر خويا عبد السلام. تحياتي. الله يعزك. ود عمي بخير. شحال هذا تبارك الله؟ هذا عيار ياك؟ عيار ايوا تبارك الله. 62 3100 درهم هذا اللي بغيت يذبح الخوت شي اسبوع. الله يبارك تبارك الله. 3100 درهم الخوت 62. اللهم بارك تبارك الله. الله يسرك ود عمي. الله يسر لك الامور. الله يعاونك.